قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بسم الله كده نتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. مسيرة التدريبات البلاغية، القطعة الثالثة من كتاب الامتحان، صفحة 224. قال الشاعر: علمتني الحياة أن لها طعمين، مرا وسائغا معسولا، فتعودت حاليها قريرا، وألفت التغيير والتبديلا. أيها الناس، كلنا شارب الكأسين، إن علقما وإن سلسبيلا. واضح الفكرة خالص. بنقول لك الحياة مش عسل زي ما انت فاكرها، ولا حياة سيئة متشائمة زي ما البعض فاكرها. الحياة فيها الأمرين، فيها الأمرين قصدي، فيها الأمرين، الأمر المر والأمر الجميل. المكان الوحيد اللي فيه مر بس جهنم، والمكان الوحيد اللي فيه النعيم بس هو الجنة. أما الدنيا فخليط بين الاثنين. هي دي الفكرة، فكرة الأبيات. العاطفة هنا إيه عاطفة هنا؟ هنقول عاطفة الرضا، عاطفة الرضا والقناعة وقبول الحياة. الرجل ده لا ساخط على الحياة ولا عايش ساذج في الحياة، وإنما هو عميق الفهم للحياة وراض بحاليها. يبقى الرضا. استخرج اطنابا، انتبهوا، الاطناب في اللغة العربية معناه كثرة الكلام عن المعنى الواحد، يعني الكلام كثير والمعنى قليل. زي هذا رجل كريم سخي معطاء، هي معناها كريم. مول كريم سخي معطاء، هي معناها كريم. طب عكسه الإيجاز، الإيجاز الكلام قليل والمعاني كثير، عكسه خالص. طب هو عايز مين بقى؟ عايز اطناب. طب اعرفه ازاي؟ بطريقة علمية. للاطناب سبع احتمالات، عشان تكون فاهمين كده، سبع احتمالات. ايه هما يا استاذ؟ اول احتمال ترادف، انك تلاقي كلمتين بمعنى واحد، يبقى كده حصل زياده في الكلام. زي ما قلت دلوقتي، هذا رجل كريم سخي معطاء، زي ما في الابيات قدامك لما قال ايه؟ تغييرا وتبديلا. صح، الله ينور عليك. مش التغيير بمعنى التبديل؟ اذا انت كطالب اول ما اقول لك طلع اطناب، تدور على كلمتين بمعنى واحد وتقول له ده اطناب، تاخد الدرجه. اطناب ده مع نفسه، درس مع نفسه كده، مش تبع المحسنات البدائيه. الاطناب ده مش تبع الالوان البيانيه، الاطناب ده مش تبع حاجه، الاطناب ده تبع درس الواحد خاص بذاته. طيب يبقى عرفنا اول حاله في الاطناب، صح؟ طب ثاني حاله؟ ما تلاقي عندك حاجه اسمها الجمله الاعتراضيه. يعني ايه الجمله الاعتراضيه؟ يعني اللي هي بتقول عليها بين شرطتين، اللي هي بتبقى في وسط الكلام ويجوز استغناء عنها. العلم اعزك الله نافع. الجملة دي شيء، الجملة أعزك الله كده أصلها العلم إيه؟ نافع. قال تعالى قل هو الله أحد، أصلها إيه؟ قال الله تعالى، أصلها إيه؟ قال الله إيه؟ قل هو الله أحد، مش كده؟ إذن جملة تعالى جملة للتعظيم اعتراضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، أصلها إيه؟ قال رسول الله الدين الإيه؟ المعاملة. إذن جملة صلى الله عليه وسلم دي اسمها جملة إيه شباب؟ اعتراضية للتعظيم أو للتنبيه أيا كان بقى. في جمل أخرى قد يكون الجملة اعتراضية للتنبيه. يبقى كم حاجة بتدي اطناب؟ اثنين. الحاجة الأولى ترادف، الحاجة الثانية جملة اعتراضية. الحاجة الثالثة اسمها التفصيل بعد الإجمال، ودي سهلة أوي. يحب مصر نيلا وشعبا وأرضا وسماء، نجح أصدقائي محمد وعلي ومحمود. ده اسمه تفصيل بعده، وممكن العكس يحصل إجمال بعده. أحب النيل والشعب والأرض والهرم، أحبك يا مصر. أنا كده عملت إيه؟ بدأت بالتفصيل وبعدين ختمت بالإجمال. يبقى ده اسمه يا أولاد إجمال بعد تفصيل، اللي ساعات بيسموه ذكر الخاص بعد العام. صن صحتك يا ولدي ولا ترهق قلبك. أنا قلت صن إيه؟ صحتك، وبعدين قلت ايه؟ خصصت منها الايه؟ القلب. ده اسمه ذكر الخاص بعد الايه؟ العام. هي هياها زي التفصيل بعد الاجمال والاجمال بعد التفصيل، عادي ما تقلقش. اذا ده يعطي اطنابا. يبقى كم حاجه دلوقتي؟ اربعه، الترادف والجمل الاعتراضيه والتفصيل بعد الاجمال والاجمال بعد التفصيل. في حاجه كمان بتدي اطناب اسمها، اسمع الجمله الغريبه دي، الكلمه الغريبه دي، كلمه غريبه اسمها التذييل.
التذييل. ايه التذييل ده؟ جاء من ديل، كلمة ذيل، ذيل الشيء آخره، صح؟ بقول ذيل القائمة. يعني ايه ذيل القائمة؟ يعني آخر قائمة. طب ما معنى التذييل بقى؟ وما علاقته بالإطناب؟ أن يختم الشاعر أو الكاتب كلامه بحكمة. يعني يجي في آخر الكلام كده يقول لك، بعد ما يتكلم يقعد يتكلم وبعدين يلخص اللي قاله كله في إيه؟ في حكمة. يعني كمان واحد مثلا عمال ينصحك، يا بني ذاكر فالعلم مفيد، وهذا العلم يصنع لك مستقبلا بارعا تفيد به نفسك وغيرك إلى آخره. وبعدين يقول لك في الآخر إيه؟ من جد وجد. أنا عملت إيه كده؟ بعد النصائح المتتالية ختمت لك بكلامي بحكمة مشهورة. إذن هذا يسمى إيه؟ تذييل، لأني ختمت الكلام بحكمة. فيسمى إيه في اللغة العربية؟ إطناب بالتذييل. يبقى كم حاجة للإطناب دلوقتي؟ خمسة. خمسة إيه هما؟ واحد ترادف، اثنين الجمل الاعتراضية، ثلاثة التفصيل بعد الإجمال، أربعة الإجمال بعد التفصيل، خمسة التذييل، ستة الاحتراس. ما معنى الاحتراس؟ الاحتراس معناه ذكر كلمة لمنع الفهم الخاطئ. ذكر كلمة لمنع الفهم الخاطئ. يعني مثلا لما اجي اقول لك لم يكن اقوى بعد الله من صلاح الدين في عصره، كان المفروض اقول لم يكن اقوى من صلاح الدين في عصره، ولكني شعرت بشيء من المبالغة والتقديس فاحترست احتراسا دينيا، فقلت ما عدا مين؟ الله، إلا الله. إذن ما وظيفة كلمة الله إلا الله هنا؟ الاحتراس من تقديس صلاح الدين. هي جملة اعتراضية؟ ما تنفع جملة اعتراضية؟ ماذا أفادت هذه الجملة الاعتراضية؟ الاحتراس. بس قد يأتي الاحتراس في غير الجملة الاعتراضية. أديك مثال، المتنبي كان بيعاتب أحد الرؤساء في الدولة، المتنبي كان أحد ممدوحيه يعني، فسيف الدولة ده كان ملك دولة، فالمتنبي بيقول له إيه؟ يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم ومسكيش. خلي بالك بيقول له أنت الخصم، بيقول له أنت المتهم. فراح قال له إيه بسرعة؟ قال له أنت الإيه؟ ها؟ الحكم. ما وظيفة جملة وأنت الحكم؟ الاحتراس من الفهم الخاطئ. ما هو بالراحة كده لازم، أصل الاحتراس ده عايز مخ وحد بيفهم. يعني واحد واقف قدام أمير وبيقول له أنت المتهم، هل يليق أن أنا شخص محكوم أتهم الأمير بأنه متهم؟ هل يجوز ذلك؟ هل من الذوق ذلك؟ فراح قال له أنت الخصم، قال له إيه بعد على طول؟ ها؟ طب ما وظيفة أنت الحكم؟ الاحتراس من غضب الأمير. يعني أنت الخصم بس أنت القاضي برضه، أنت اللي هتحكم برضه، أنت العدل برضه. يعني أنا زعلان منك بس أنت إيه؟ عادل. فهمت المعنى؟ يبقى إذن ما هو الاحتراس؟ ذكر كلمة أو جملة لمنع الفهم الخاطئ. شو جملة اعتراضية بقى في أخر؟ أنت الحكم دي مش جملة اعتراضية، ده جاي في الآخر. يبقى إيه وسائل الإطناب؟ نحفظ مع بعض: ترادف، التفصيل بعد الترادف، وبعدين الجمل الايه الاعتراضيه، التفصيل بعد الاجمال او الاجمال بعد، مع ملاحظه ان التفصيل بعد الاجمال يسمى احيانا ذكر الخاص بعد العام او ذكر العام بعد الخاص في حاله الاجمال بعد التفصيل. والتذييل، عرفنا يعني ايه التذييل؟ اللي هو ختم الكلام بايه؟ بحكمه مناسبه سواء شعرا او نثرا. واخيرا اللي اخذناه دلوقتي اللي هو ايه؟ الاحتراس. ايضا من ضمن او السبعه بقى في الاطناب التكرار. التكرار، التكرار غير الترادف، التكرار نفس الكلمة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا للتاني، دي اسمها إطناب بالإيه؟ بالتكرار. دكا أقول له كده حدث إطناب بالتكرار، كلمة دكا. فهمنا شباب؟ يبقى كده خدنا الإطناب. إيه سر جمال الإطناب؟ انتبهوا، سر جمال الإطناب توضيح المعنى وتأكيده. في مواقف تحتاج للإطناب يا جماعة كتير، كأن أوضح حقا الناس في لبس فيه، يعني الناس فهم غلط، فالمفروض أن نعمل إيه مع الناس بقى؟ أوضح الأمر وأكرر بطرق مختلفة حتى أتأكد أنهم فهموا. واحد واقف قدام قاضي بيدافع عن نفسه، يبقى يحتاج للإطناب ولا لا؟ طب بقول لك حاجة، بتهنئ صديق لك بالنجاح، هل هذا يحتاج إلى إجازة؟ أم المقام مقام فرح وسعادة يحتاج إلى إطناب وتوسعة في الكلام؟ يعني أنت إمتى تكون بليغ؟ لما تطنب في موضع الإطناب، ولما توجز في موضع الإيه؟ وقلت
قبل كده الإيجاز. الإيجاز حلو ده حتى كل الأمثلة وكل خير الكلام ما قل وإيه بس مش على طول. هناك كلام إذا قل أخل، هناك إذا كلام إذا قل دل، وهناك كلام إذا أقل إذا قل أخل. فالإطناب له موضوع والإيجاز له موضوع. يعني من مواطن الإيجاز مثلا، الإيجاز إذا أردت أن أنصح الناس بوصايا أوجز الجمل بحيث تكون قصيرة فيتذكرها الناس، وهذا غالب كلام الأنبياء والحكماء أنه كلام قصير ليتذكره الناس وليكون عميق المعاني. أيضا من مواطن الإيجاز مواطن الاستعجال، حاجة في حاجة مستعجلة. يعني واحدة تخبطه عربية أقول له احذر يا فلان فإن السيارة الزرقاء أتيها من بعيد وسوف تتهزم، يكون مات ودفناه وغسلناه وكل حاجة صح ولا لا؟ هذا الموقف لا يحتاج إلى إيه؟ إلى إطناب. الموقف ده يحتاج يحاسب كلمة واحدة بس اختصر الكلام. فهمنا يا شباب؟ إذن في مواقف محتاجة إطناب وفي مواقف محتاجة إيه؟ إيجاز. إيه سر جمال الإيجاز؟ سر جمال الإيجاز الوصول إلى المعنى بطريقة أبلغ تستقر في الذهن. سر جمال الإطناب توضيح المعنى وتأكيده في ذهن السامع. صلاة على النبي. هل الإيجاز والإطناب تبع حاجة؟ هل الإيجاز والإطناب تبع المحسنات البدعية؟ لا. طب تبع الألوان البيانية؟ برضو لا. الإيجاز والإطناب درسان منفصلان يأتي السؤال عليهما. ما ينفعش أقول لك طلع محسن بدعي طلع الإطناب، ما ينفعش كده. يلا إطناب عرفنا غرض البلاغة توضيح المعنى، محسنا بدعيا وبين سر جماله. تذكر المحسنات البدعية ها تنقسم إلى معنوية ولفظية. المعنوية هي الطباق والتورية ومراعاة النظير والالتفات، واللفظية هي الجناس وحسن التقسيم ها والجناس وحسن التقسيم والتصريع والسجع. ده في حاجة محسنات بدعية معنوية، في حاجة اسمها محسنات بدعية لفظية. أنا بأكرر هذا الكلام في كل تمرين بحله تقريبا عشان يبقى بالنسبة لك خلاص بدأت تزهق. يا سلام شفت الرفاهية؟ بدأت تزهق من معلومة انت كنتش عارفها اصلا، ولما كنت بتسمعها بتفتح بقك نصف ساعة، دلوقتي الرفاهية وصلت لدرجة انك بتزهق من المعلومة. شكرا. ثلاثة، اسلوب انشائي. تذكر الاساليب الانشائية هي كل ما فيه طلب، امر ونهي، استفهام ونداء وتمن. خلاص كده دول حاجة اسمهم ايه؟ اي حاجة من الخمسة دول اسمهم ايه؟ انشائي. ما الخبر لفظ الانشائي معنى ايه؟ الدعاء اللي تم بخبري مش اي دعاء. انتوا كده بتتكلموا غلط، ما حدش يقول الدعاء ويسكت. طب ما انا بقول يا رب ادخلني الجنه، ده اسلوب ايه؟ مش ده دعاء؟ مش ده دعاء بس انشاء، لان الدعاء تم بايه؟ بالنداء، اذا هو انشائي صح. لكن لو الدعاء تم بخبري، نجحك الله حفظك الله، هل نجحك الله وحفظك الله فيها حاجه من الانشائي بس فيها دعاء صح؟ اذا الخبر اذا الدعاء يديني خبري لفظا انشائي معنى، لكن انشاء اذا الدعاء يظل نوع الاسلوب انشائي. طب حاجه ما فيهاش حاجه من السته ايه بقى؟ خبر. الله ينور عليك. فهمتوا؟ شفت انا بلح المعلومه ازاي؟ يا رب بقى تخلي بالكم ان نخلي بالنا من كلامنا. وانا بقول لك ما هو الاسلوب خبري لفظا انشائي معنى؟ تقول لي الدعاء؟ لا، قول لي دعاء تم باسلوب خبري. الله ينور عليك. طب ما هو الاسلوب الخبري؟ تقول لي اللي مش انشائي؟ لا، قل لي اللي مش انشائي ولا فيه دعاء. الام مدرسه ده اسلوب خبري صح؟ لانه خالي من السته. يعني انت طالب ثانويه عامه عايز تضمن درجتك وبقول لك طلع اسلوب خبري، لازم تتاكد انه خالي من ايه؟ من الست حاجات. يعني خالي من الست حاجات؟ خالي من الامر والنهي والاستفهام والنداء والتمني وايه كمان؟ والدعاء. ماشي يا شباب؟ طلع لي اسلوب انشائي ايها الناس. ايها الناس نداء غرض التنبيه والنصح والارشاد. طيب تعالى بقى الاسئله الابداعيه دي، بيقول لك علمتني الحياه، ما نوع هذا التصوير؟ استعربك نيه جميله شبه الحياه وكانها يا شباب معلم جميل انسان يعلمني. فالتشخيص حتى سر جمالها نقول ايه؟ تشخيص المعنى في تصوير الحياه في صوره انسان ايه يا شباب؟ انسان يعلم. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه.